السكر انواع. الاشهر النوع او اكثر نوع هو النوع الثاني، والنوع الثاني ده يصيب البالغين وكبار السن، وده بينتج عن ان في حاجه اسمها جين مقاومه الجسم للانسولين، وده اللي نتوارثه في العائلات، مع ابتدي يحصل قصور في وظيفه خلايا بيتا للبنكرياس تؤدي الى خفض مستوى الانسولين او افراز الانسولين في الدم، وبالتالي الاثنين مع بعض يؤدي الى حدوث النوع الثاني من السكر، وده يمثل 90% من مرضى السكر في العالم. وده مرتبط بالتغير نمط الحياه، زيادته في العالم، وقله الحركه، زياده الوزن، النظام الغذائي الغير صحي. النوع الاول من السكر هو ده يمثل اكثر من 5-8% من مستوى السكر في العالم، وده يبقى في نشاط مناعي ضد خلايا بيتا تؤدي الى فقدان وظيفه خلايا بيتا، ويبقى هذا الفقدان حاد، يعني الطفل مرة واحدة زي في حصل سخونية أو حرارة، ثم مرة واحدة ارتفاع شديد في نسبة السكر في الدم إلى أن تصل إلى درجة الغيبوبة السكر الكيتوني. في نوعين مهم اللي هو سكر الحمل، وسكر الحمل بنتكلم على مريضة في أي وقت في الحمل ظهر ظهور السكر وبيختفي بعد الولادة. هذه المجموعة من هذا المرض من السكر اللي بيحدث بالحمل يبقى مرتبط بالأنثى دي عندها استعداد لحدوث النوع الثاني من السكر، مع الهرمونات اللي بتطلع من المشيمة تؤدي إلى مقاومة عمل الإنسولين يظهر السكر. بعد الولادة بيختفي، بس لازم نفهم الأنثى دي إنها عرضة لحدوث نوع الثاني من السكر بعد كده في العمر، نتيجة إن هي عندها هذا الاستعداد لحدوث مرض السكر. في نوعيات قليلة جدا اللي هي بتبقى مرتبطة بتغيرات جينية وكروموزومات، ودي بتبقى نسبة قليلة جدا، ودي بندور عليها لما نكون مش عارفين نفرق قوي من النوع الأول من السكر أو النوع الثاني. إنما الأكثرية في العالم يمثل 90% فأكثر هو النوع الثاني من السكر، يليه النوع الأول من السكر، ثم سكر الحمل، قبل أن ندور على عيوب جينية أو ميكروزومات تؤدي لحدوث مرض السكر.